احنا ان شاء الله يوم 24 جوان يعني تاريخ المكتب الفيدرالي القادم ان شاء الله، رايحين نديروا حوصله على كل ما يعني جرى في كما نقولوا احنا في التربصات الاخيره نتاع المنتخب الوطني. لماذا في هذا الوقت الحالي؟ لان اليوم رانا كملنا التربصات تاع المقابلات الوديه، وراح ندخل ان شاء الله في سبتمبر يعني مباشره في المقابلات الرسميه لتصفيات كاس افريقيا. ولهذا من الواجب علينا باش نديروا حوصله يعني تكون وتقييم يكون يعني كما نقولوا احنا دقيق، باش يعني ناخذوا قرارات اللي تكون ان شاء الله تمثل الاحسن للمنتخب الوطني، باش نديروا المنتخب الوطني الاول في يعني ظروف اللي تسمح له باش يشوف ان شاء الله المستقبل بكل ارتياح ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله بعد المقابله تاع اليوم تاع غدا بعد عفوا ضد البرتغال راح تكون عندنا اكثر يعني كما نقولوا رؤيه على المستوى تاع المنتخب الوطني، ولازم علينا ناخذوا القرارات بكل روح المسؤوليه، لان عندنا كما نقولوا احنا اون ريسبونسابيليتي امام الشعب الجزائري وامام السلطات العليا.